أنا محمد وعنا شقفة أرض نحن وبيت عمي وشروكي على البير والبربايش. عندن شاب اسمه عماد كان برات الضايع، كنا نسقي مثل ما بدنا ومثل ما بدن هن على ريحتنا. إجا عماد ضايع عم صار بده يقسم الماي والدواء. اتفقنا أول شيء عم صار بده يسقي على كيفه عماد. جبنا ناس من عنا من العيلة كبار حلوا المشكلة وصرنا نسقي مثل الأول. أم هو ما مشي بالاتفاق صار يتعدى على العيلة. يوم السبت الصبح رحت شغلت لمولدي وحطيت مزاوت شقيت على الماي ورجعت لحد المولد. الظهر رحت لغير المقطع عم تلقيت الماي بأرض عماد نيران. قلت له الماي بأرضك؟ قال لي ديرتها غصب عنك وما فيش الديرة قيمة. فت لجوا جبت بارودي وطلعت كملت بارودي قوزت فيها ضربين هاي قام طلعت صرت نصفين واللي وقفاين هم قالوا لي انه يمكن مات الزلمة. صوت